مرحبا، اهلا وسهلا. إذن سيد عمارة، ستركز هذه الدورة على مناقشة ومدارسة تحديات التمويل والحكامة كشعار لهذه الدورة. لماذا اخترتم هذا الشعار وهذا الموضوع، يعني التمويل والحكامة في هذا الإطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا للقناة. بالطبع الاختيار ديال الشعار ديال المؤتمر هو ليس اختيارا اعتباطيا، هو واحد الاختيار اللي تيجي من خلال طبيعة الحال واحد الممارسة مجال معين، ويمكن نقوله بدون مبالغة تجي من خلال المعاناة. عندما نتكلم عن مجال الطرقي في بلادنا، نتكلم عن تجربة ضاربة في الزمن لأن عندها عقود، وهذه التجربة هذه راكمنا فيها واحد العدد الإيجابيات. ولا عندنا شبكة طرقية متميزة، عندنا طرق سيارة، عندنا طرق سريعة، عندنا منشآت فنية، ثم راكمنا تجارب على المستوى التنظيمي وعلى المستوى القانوني. لكن وصلنا الآن واحد المرحلة للتوازن اللي يمكن يكون هو توازن وقع فيه اختلال. أولا هناك طلبات متزايدة من عند بطبيعة الحال المواطن، وهذا حقه، من عند المنتخبين، وفي المقابل كاين بطبيعة الحال واحد العدد الإكراهات. هذه الإكراهات هي أساسا إكراهات تمويلية، يعني عندنا واحد الغلاف مالي اللي يفرض علينا أننا نديرو نصيغو أولويات وما نستجبوش بطبيعة الحال كل الطلبات. وهناك إكراه دعونا نقول حكماتي مرتبط بطبيعة الحال بالبناء ديال الطرق، لكن الطرق كما تنقول دائما الطرق هي كائن حي، الطريق يجب أن تكون هناك صيانة لها، محافظة لها، خص تكون واحد الرعاية، من سيقوم بهذا؟ فتعني جينا قلنا طيب عندنا واحد المؤتمر اللي هو فضاء تحضروه المتخصصين المسؤولين اللي غيسمح لنا بطبيعة الحال بمدارسة هذه القضايا، وهذه المدارسة هذه بطبيعة الحال ستفضي، أنا عندي يقين في ذلك، إلى مجموعة من الخلاصات ومجموعة من التوصيات اللي غتمكننا باش نتخذوا القرارات المناسبة في هذين المجالين. ولتقريب يعني مشاهدينا أكثر من مبدأ الحكامة، كيف قامت يعني الوزارة بترسيخ هذا المبدأ في تدبيرها للقطاع بصفة عامة؟ هو داك الشيء حتى هو كان فيه تطور، هو في الحقيقة يعني اللي منوط به بناء الطرق والصيانة ديالها وزارة الجهاز والنقل واللوجيستيك والماء، يعني ما بين مزدوجتين الأشغال العمومية تاريخيا. لكن بطبيعة الحال هذا الشيء وقع فيه التطور لأن دخلوا فاعلين آخرين المجال، دخلت بطبيعة الحال الجماعات الترابية خاصة الجهات، دخلت كذلك وزارات أخرى بحال وزارة الفلاحة لتدير المسالك القروية. وهاد الحكمة اللي وقع فيها التطور هذا، احنا كوزارة الجهاز والنقل حاولنا دائما أن هذه الحكامة أن نشرك فيها القطاع الخاص، فما بقيناش حنا الوزارة هي اللي تتبني، وأن الوزارة تتبني عن طريق المقاولات، فبالتالي ساعدتهم من خلال واحد العدد ديال التسبيقات، ساعدتهم من خلال التأطير كذلك، وده هو اللي خلى أننا الآن ونتنقل القديم يعني نفتخروا بها، يعني رأسنا مرفوع أن أغلب المقاولات التي تبنيو الطرق مغربية، مكاتب دراسات ومختبرات مغربية، الخبراء مغاربة. هذا النمط ديال الحكمة هو واحد النمط اللي كان مرن سلس، ناهيك على أننا احنا حتى مع المديريات الإقليمية والمديريات الجهوية ديالنا أعطينا واحد المجموعة ديال الصلاحيات فيما يتعلق بطلبات العروض، فيما يتعلق بالإشراف على إنجاز هذه المشاريع، وخلى هذا الشكل الحكمة حدود معينة هو شكل جيد. نحن لا نتحدث بطبيعة الحال، نوضح هذه القضية، نحن نتحدث عن قطيعة، يعني كان عندنا واحد الحكمة غنرجع، لا، هو واحد التطور، أي نعم واحد التطور، ويفترض المؤتمر يساعدنا أننا نطور الحكمة في مستوى آخر، خاصة أن الآن كما قلت هاد الفاعلين الآخرين غير ينزلوا بالتقليل، جهة غتبغي دير الطرق ديالها، الجماعات الآن يطالبون أنهم ضمن الاختصاصات ديالهم يبنيو الطرق، لكن تكون يعني المواكبة التقنية مع الوزارة، وهادشي كله بطبيعة الحال خصنا نلقاو ليه واحد التوليفة اللي هي توليفة مناسبة. ودائما يعني ارتباطا بالقطاع العام والقطاع الخاص، هناك شراكة أو شراكة ما يسمى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تمويل هذه البرامج وهذه المشاريع الطرقية، ما هو تقييمكم لهذه الشراكة؟ وإذا بغينا نبقاو يعني في واحد الإطار عام، يمكن لي نقول أنها شراكة في عمومها منتجة، هل اكتنفتها بعض الإشكاليات؟ أكيد، لأنه في الشراكة عموما هناك خاصة مثلا لخدينا البرنامج الثاني للطرق القروية
اللي كانت عندنا شراكة مع الجماعات الترابية. هناك بعض الجماعات لم تكن قادرة على أن توفي بالتزاماتها المالية، وهذا بطبيعة الحال تيدير واحد شوية الاختلالات في البرنامج ككل. لكن أنا نقول لك في المجمل، في المجمل كوننا رسخنا في بلادنا المبدأ الشراكة في حد ذاته جيد، بمعنى أنه ما بقيناش غير في هذاك التقابل ديال أن هذا تيطلب ووزارة تتنجز، لا، ولاو واحد العدد ديال الشركاء سواء كانوا جماعات ترابية أو وزارات معينة توليو تيفهموا بأن هذا خصو واحد الإطار تعاقدي، وهذاك الإطار التعاقدي هو واحد الإطار اللي خصو يوقع فيه الالتزام. وإلا رجعنا شي شوية للتاريخ، واحد العدد مشاريع كبيرة جدا دارت في إطار تعاقدي. عندما نتحدث عن الطريق السريع ديال تيزنيت الدخلة، هذا إطار تعاقدي في وزارة الجيز، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وفيه الجهات كلها اللي معنية. وبطبيعة الحال حتى نتكلموا على مشروع ديال 10 مليار ديال الدرهم اللي هو مشروع ضخم جدا. دائما في هذا الإطار يعني تقومون ببناء الطرق في مختلف جهات المغرب، ماذا يمكنكم أن تقولوا يعني عن مساهمة الوزارة في تحقيق العدالة المجالية بالمغرب بين مختلف الجهات؟ ما مدى مساهمة يعني وزارة التجهيز في تحقيق هذه العدالة المجالية؟ وزارة التجهيز حرصت بطبيعة الحال في إطار أولا الالتزام ديالها، لأن هذا واحد هذه واحد المسؤولية، واحد المهمة سيادية، سكون فرونسيز ماشي ميسيون ريغاليان. بطبيعة الحال خاص الوزارة تقوم بها. الوزارة لما تقوم بها بطبيعة الحال هي تتأخذ بعين الاعتبار أنها هي تغطي المغرب كله. عندما تغطي المغرب بطبيعة الحال وزارة التجهيز صارعت منذ زمن إلى أن يكون لكل جهة من الجهات حظ من إنجازاتها في المجال ديال الطرق. بطبيعة الحال قاعدات هادشي بمجموعة القواعد، لكن هناك قاعدة اللي هي مهمة جدا بطبيعة الحال اللي خصنا نحطوها مع العدالة المجالية، باش يمكن لينا نستوعبوا أنه في بعض الجهات خصنا نحرصوا على أن الطريق يكون عنده واحد المردودية. نعطي واحد المثال هنا في حقيقة القضية خصها توضح. هناك جهات يمكن تدير طريق معينة يعني من العرض ديال 4 أو 6 الأمتار، لكن يعني مستوى الجولان ما تيأهلهاش باش يكون فيها طريق سريع. بطبيعة الحال خص واحد شوية ديال التوازن. إذا العدالة المجالية معقولة، لكن كذلك المردودية ديال الطريق وارتبطها بواحد العدد ديال المعطيات، منها المعطى ديال الجولان هذا حاضر. وحنا هادشي ديما تنحاولوا نشرحوه في البرلمان بغرفتي حتى يكون الأمر واضحا. بمعنى آخر ما يمكنش منطقة معينة اللي غيكون فيها الجولان 500 سيارة أو 500 عربة أو 500 مركبة في اليوم نتصوروا أننا يمكن نديروا لها طريق سيارة، غير معقول بطبيعة الحال. وهذا حرصت وزارة الجهيز، لكن وزارة الجهيز والنقل واللوجيستيك عندها سمعة جيدة جدا على المستوى الأقاليم والجهات، بحيث أن كل شيء تعرف بأنه أولا خدمتها متقونة، وثانيا بأن هناك عدالة مجالية قائمة في الاختيارات ديال الطرق. سؤال أخير سيدي الوزير، يعني منذ توليكم يعني هذه الوزارة قمتم بالعديد من السيارات الميدانية في مختلف جهات المملكة، ما هو تقييمكم لهذه السيارات وكيف يعني تقومون بمعالجة الاختلالات التي تقفون عليها؟ أولا الزيارات الميدانية هي أساسية في اتخاذ القرار. أولا احنا عندنا واحد القاعدة، هو مثل لكنه قاعدة، تقول لك المثل العربي ليس من رأك من سمع. يمكن الإنسان بطبيعة الحال يبني القرارات دياله من خلال التقارير اللي تجي، لكن عندما نكون في الميدان هناك معطيات أخرى، معطيات قد تكون دقيقة، مثلا ميناء معين، يعني الموقع اللي غنوضعوا فيه، واش هذا الموقع ولا هذا الموقع ولا هذا الموقع. عندما تكون زيارة ميدانية بحضور المسؤولين وبأجوبتهم وشروحاتهم يتخذ القرار صائب. فبالتالي أولا هذه قاعدة الآن في وزارة التجهيز والنقل على كل حال فيما يخصني أنا، أغلب جهات المملكة زرتها، وهي فيها كذلك إيجابية كبيرة جدا أنه كاين لقاء مباشر مع الممثلين ومع المنتخبين، وإذا تنشرحوا لهم ما نقوم به. ثم هناك كذلك أهم من هذا اللقاء مع المسؤولين ديال وزارة التجهيز والنقل، مدراء الإقليميين، مدراء جهويين، مسؤولين ديال المصالح، يعني تماما. وهذا تيكون عنده واحد الأثر طيب جدا اللي تيخلي بطبيعة الحال اللي يمكننا نسميه ترشيد اتخاذ القرار.
وانا الان يعني بكل صدق انا منشرح، يعني اغلب الزيارات اللي كنت فيها صحيح هي قد تكون متعبه لانه ماشي سهل، لكن في عمومها هي جيده. وهذا القضيه عاود على بد راه من خلال هذه الزيارات اللي تيبان بانه كاين بعض مناطق وبعض الاقاليم اللي يمكن تستحق منا الاكثر. قرار ديال اننا نديروا المؤتمر في الحسيمه ونابع بطبيعه الحال من خلال هذه الزيارات الميدانيه والمعاينه الميدانيه اللي تتخلي الوزير يتاكد بانه نعم تيمكن لنا نديروا مؤتمر بهذا الحجم في مدينه بحال الحسيمه اللي هي اول مؤتمر بهذا الحجم، واللي الحمد لله الان يسير واحد السير ناجح جدا. شكرا لكم سيد الوزير، شكرا على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم. شكرا، بارك الله عليكم، التوفيق. شكرا أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، وإلى لقاء قادم بحول الله.